طيب احنا المحاضرة اللي فاتت كنا اخذنا جزء من اساسيات الكمبيوتر، كنا وصلنا لحد الروم. النهارده ان شاء الله في موضوع كارت الشاشة. طيب انا لما اجي اشتري اي جهاز كمبيوتر انا ببص على البروسيسور او المعالج، وببص على الرام، وببص على السيستم تايب او نوع النظام. وقلنا السيستم تايب عندك 64 بت، وعندك 32، وعندك 80. عندك 60 هو مسؤول عن حديثه 32 اصدارات قديمه، والرام اتكلمنا ان كل جهاز له حجم معين، في عندك 2، في عندك 4، في عندك 8، في 16، في 32، وهكذا. الرام هي مسؤولة عن القراءة والكتابة. طيب عندك حاجة اسمها البروسيسور أو المعالج، بيقول لك انتل كور اي 7 8550 يو سي بي يو 1.8. هنعرف نقرأ ازاي المعالج ده بالتفصيل الممل كمان شوية. طيب كارت الشاشة ده مسؤول على ايه؟ هو المسؤول ان هو بيعرض لك البيانات والمعلومات بتاعتك بدقة عالية. يعني شغل الجرافيك الحاصل في جهاز الكمبيوتر ده من المسؤول عليه هو كارت. اول كارت شاشة اتعمل في التاريخ كان سنة 1960، اللي هو في نفس السنة اللي اتعمل فيها الرام او ذاكرة القراءة والكتابة. انا علشان اختار او عشان اختار انا اسف كارت الشاشه، ببص على عوامل مهمه عندي. يعني انا بختار كارت الشاشه على اساس ايه؟ اولا مواصفات جهاز الكمبيوتر كلها متصله ببعضها البعض، كلها متصله ببعضها البعض. يعني الرام بيكمل البروسيسور او المعالج، بيكمل كارت الشاشه، بيكمل السيستم فايل. فانا عشان اختار كارت شاشه لازم ابص الاول على سرعه المعالج اللي عندي، اللي هو السي بي يو سبيد، اللي هو السنترال بروسيسنج يونت. وبركز كمان على سرعه الميموري. يعني بصوا كده معايا في التاسك مانجر، هنا مدي لك سي بي يو، ادي سرعه السي بي يو بتاعتك، وهي سرعه الميموري، وادي سرعة الديسك، وادي سرعة النتورك. يبقى ببص على سرعة المعالج وسرعة الذاكرة. بحاول ابص كمان على الدقة، على الريزوليوشن. مش شرط انا ابص على كل ده، انا ببص على الحاجات المهمة اللي من خلالها بقدر اشتري كارت الشاشة. وبعد كده بسأل نفسي انا عايز كارت الشاشة دي ليه؟ او انا هستخدمه لايه بالظبط؟ هل هستخدمه للالعاب ولا هستخدمه للبرامج؟ هستخدمه للالعاب ولا البرامج؟ وبعد كده هبتدي اختار المواصفات بتاعتي، يعني طبيعة الاستخدام بتاعته. انا بسأل نفسي انا هستخدم كارت الشاشة دي في ايه بالظبط؟ طيب انا نفترض كمثال انا عايز كارت شاشه مختص بالبرمجه او بالجرافيك او بالبرامج عموما، فبشتري كارت شاشه اسمه انفيديا. عندك نوعين من كروت الشاشه اكتر استخدام، انفيديا واي ام دي. في نوعين من انفيديا، كوادرو وتسلا. كوادرو وتسلا، معلش استاذن بس ثواني كده. نرجع نكمل. زي ما قلنا ان كارت الشاشه انفيديا فيه منه نوعين، نوع اسمه كوادرو ونوع اسمه تسلا. طب الفاير برو هو نوع من كارت الشاشه اللي هو اسمه اي ام دي. اي ام دي. طيب مين الافضل فيهم، الانفيديا ولا الاي ام دي؟ دي شركه ودي شركه، يعني انفيديا شركه والاي ام دي شركه. تمام. انفيديا بيكون افضل في البرامج،
انفيديا بيكون افضل عندك في البرامج. طيب الاي ام دي افضل في الالعاب. طيب انا لو جيت قلت لك كارت شاشه بالشكل ده اهو، قلت لك ده اسمه انفيديا جي فورس 8800 جي تي. طيب اولا كارت الشاشه اسمه انفيديا، حلو. طيب بالنسبه ل 8800 جي تي، الجي تي بتمثل مواصفات الكارت اللي هي انا برمز لها بالاف اف اهو، الاف اف. طيب الـ A B C D هنعرف دلوقتي بتمثل ايه. طيب الـ A فئة الكارت، يعني دي الجيل الثامن من الجي تي اهو، ده فئة الكارت، ده الجيل الثامن من الجي تي. طيب الـ B اللي هو تاني رقم، ده بيمثل الموديل من نفس الفئة، يعني الاصدار الثامن من الفئه الثامنه. يبقى اللي بيديني مواصفات الكارت اللي هو ايه؟ الجي تي. هنا مواصفات الكارت جيد لان رمز الجي تي معناها جيد. طيب 8800 اول رقم بيديني الفئه، ده اللي هو الفئه الثامنه من الجي تي او الجيل الثامن من الجي تي. طيب الاصدار الثامن من الجيل الثامن هو الرقم الثامن، الرقم الثاني اللي عندي رقم 8 الثاني، ده معناه ايه؟ ايا كان، كان 7 يبقى الاصدار السابع من الجيل الثامن. واخر رقمين بيكونوا عباره عن اصفار، يعني لو جينا بصينا هنا شايفين اي 7 8550، الاي 7 اللي هو الجيل السابع، والثمانية معناها الفئة أو الإصدار الثامن من الجيل السابع. 550 بتمثل السرعة، ده عشان بروسيسور، أما في المعالج هيكون بالشكل ده. ساعات بتلاحظ إن المعالج جايبهولك عن طريق رموز بس، ساعات المعالج عن طريق أرقام بس، وهنعرف ده معناه ايه وده معناه ايه. يبقى طالما جايب لك الاثنين مع بعض يبقى الرمز هو اللي بيمثل الفئه، الرمز هو اللي بيمثل فئه، انا اسف، بيمثل مواصفات الكارت. فالجي تي معناها جيد. طيب اول رقم اللي هو الثمانيه معناها الفئه، الفئه الثامنه من الجي تي. طب السبعه الاصدار السابع من الفئه الثامنه، ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو انفيديا جي فورس. طيب لو لقيت كارت الشاشه انفيديا بدون رمز، كان رقم بس، كان رقم بس وما فيش رمز عندي، فهبص عليه. لو اخر 3 ارقام من 100 لحد 500، يعني 100 او 200 او 300 او 400 او 500، فهي كروت شاشه ضعيفه. يبقى لو اخر 3 ارقام كانوا 200 معناه ان هو كارت شاشه ضعيف. يبقى لو اخر 3 ارقام 100 او 200 او 300 او 400 او 500 فهو كارت شاشه ضعيف. طب لقيته 600 او 700 فهو كارت شاشه متوسط. طيب لقيته 800 او 900 او 950 فهو كارت شاشه عالي. ده لو كان عباره عن ارقام بس. اما لو ارقام ورموز زي ما موجود هنا، فمين اللي بيديني المواصفات؟ هو الرمز. والثمانية اللي هو أول رقم بيدل على إيه؟ الفئة الثامنة من الجي تي، أما الثمانية اللي بعد كده الإصدار الثامن من الفئة الثامنة. طيب مثلا ما لقيتش أرقام، لقيت رموز بس، أو لقيت رموز بس،
طيب عايز اعرف الرمز الاخير ده معناه ايه. لو كان ال اي او دي اس فهي كروت شاشه ضعيفه جدا. طب الجي تي كارت شاشه متوسط. الجي تي اس والجي تي اكس والار تي اكس هي كروت شاشه عاليه جدا. طيب الالترا كارت شاشه عالي. طيب اعلى كارت شاشه اسمه الاكس 2. يبقى في الانفيديا ببص على الرقم، لو من 100 ل 500 فهو ضعيف، 600 700 متوسط، 800 900 950 فهو كارت شاشة عالي. آخر 3 أرقام عندي. طيب لو رموز، لو رموز ال اي وجي اس ضعيف، جي تي جيد، جي تي اكس، جي تي اكس، ار تي اكس عالية، الترا كارت شاشة عالي، واكس 2 هو كارت شاشة عالي جدا. طيب ده بالنسبة لانفيديا. طيب بالنسبة للاي ام دي، لحظة أنا هظهر دلوقتي. هنا ظهر معاك برضو اللي هو المواصفات بتاعتك. حلو؟ حلو. هنا مدي لي البروسيسور أو المعالج، مديك الميموري، مديك اللغة بتاعتك، مدي لك نوع الجهاز، مدي لك البايوس بتاعك، دي مدي لك تفاصيل. تمام. طيب تعالوا هنا نكمل، احنا كنا اتكلمنا على انفيديا. طيب انا نفترض المره دي هجيبه، بس هجيبه كالعاب. يعني ايه العاب؟ يعني افضل كارت شاشه للالعاب اي ام دي. طيب هل لو انا جبت انفيديا معناه ان ده مش افضل حاجه؟ لا، لو اشتغلت عليه برضه هيديني اداء كويس، بس هو بيقول لك الافضل في الاستخدام اي ام دي، الافضل في الاستخدام اي ام دي. لو جيت قلت لك ان ده اسمه اي ام دي، قلت لك ده اي ام دي، ورحت قلت لك اي ام دي مثلا 5 2 3، فبص طالما عندي 3 ارقام، طالما عندي 3 ارقام ببص على الرقم الثالث اللي هو رقم المئات. ثالث رقم دي لو كان 9 فهو كارت شاشة عالي. أو لو كان 9 فهو كارت شاشة عالي. طيب 7 و8 فهو كارت شاشة متوسط. طيب لو 6 5 4 3 فهي كارت شاشة ضعيف. يبقى لو انا عندي 3 ارقام، الرقم الثالث هو اللي بيديني مواصفات الكارت. لو كان 9 اللي هو رقم المئات، لو كان 9 9، لو كان 9 يبقى فئة عليا او كارت شاشة عالي. لكن لو كان 7 و8 متوسط، لكن 6 5 4 3 فهو ضعيف. طيب رقم العشرات اللي هو الرقم الثاني، يعني لو قلت لك اي ام دي مثلا، احنا قلنا الرقم، خلينا هنا الرقم الثالث بيدل على ايه؟ مواصفات الكارت. لو كان 9 عالي، 7 8 متوسط، 6 5 4 3 ضعيف. طيب الرقم الثاني اللي هو العشرات بيدل على قوة الكارت، بقوة الكارت زي ما هو قايل لك. طيب لو قال لك مثلا انت عندك اي ام دي 7870، 7850، 7770، 7750، مين اقوى كارت فيهم؟ مين اكبر رقم اصلا فيهم؟ اكبر رقم هنا 7870.
ف7870 اكبر او اقوى من 7850. يبقى انا ببص على تدرج الارقام، الاثنين اكبر من الواحد، والثلاثة اكبر من الاثنين، والعشرة اكبر من التسعة. العشرة اكبر من التسعة، فكل ما انا زودت بالارقام كل ما كان كارت الشاشة بتاعك عالي. دي افضل انواع كروت الشاشة اللي هي الانفيديا، دي افضل كروت الشاشة انفيديا اللي ممكن تجيبها، الار تي اكس. معلش بعتذر منكم الهزار، بس معلش انا اسف. فالار تي اكس من افضل كروت الشاشه الموجوده عندك، ده بالنسبه لكارت الشاشه. هندخل بعد كده على امر مهم جدا اسمه المعالج او البروسيسور. طيب المعالج هو اللي بيعالج التعليمات اللي انا بديها لجهاز الكمبيوتر، الوظائف الرئيسيه. الوظائف الرئيسيه اللي هو بيجيب لك التعليمات وبيحاول ينفذ التعليمات دي، ده اللي هو ايه؟ المعالج، اللي هو العقل المدبر والمفكر لجهاز الكمبيوتر. الانسان ليه عقل بيفكر بيه، جهاز الكمبيوتر ليه كمان عقل بيفكر بيه. ايه العقل اللي بيفكر بيه؟ هو السي بي يو او البروسيسور اللي هو المعالج. هي مسؤول عن العمليات الحسابيه والعمليات المنطقيه. يعني لو جيت فتحت الاله الحاسبه، افتح الاله الحاسبه كالكوليتر، انا لما اقول له 1 + 1 الناتج اللي هيطلع هيقول لي 2 + 3، ادي 1 + 1 بيساوي 2. الناتج اللي طلع ده من المسؤول عن حساب النواتج بتاعتك هو السي بي. يبقى اللي بيحسب لك العمليات الحسابيه هو المعالج بتاعك. طيب يعني ايه عمليه منطقيه؟ يعني افتح برنامج، افتح زيز بي سي اهو، اقفل زيز بي سي، انشئ مثلا مجلد، اي امر بعمله داخل جهاز الكمبيوتر فده اسمه عمليه منطقيه. من المسؤول عن كل ده؟ هو المعالج او البروسيسور. عندك نوعين انواع المعالج المهمين جدا، الاي ام دي والانتل، انتل كور. تمام، عندك انتل كور تديو، وعندك انتل كور اي 3 اي 5 اي 7، ودي كلها انواع لانتل، شركه انتل. اي ام دي برضه في منها الاي 4 اي 6 اي 8 اي 10، دي كلها انواع للاي ام دي. طيب اولا عندك بروسيسور او معالج بالشكل ده، عندك معالج بالشكل ده. عايز اقرا المعالج ده، لما نيجي ندخل على خصائص جهاز الكمبيوتر، قايل لك هنا البروسيسور انتل كور اي 7 8550 يو سي بي يو. انا عايز اقرا الكلام ده كله. طيب هنا بيقول لك انتل كور اي 7 6700 كي بروسيسور. طيب اولا الانتل كور معناها ايه؟ دي العلامه التجاريه او الشركه نفسها، اللي هو ايه؟ البراند او براند او الشركه. طب اي 7 الجيل، اي 7 اللي هو الفئه بتاعت المعالج، اللي هو الجيل الثالث، الجيل الخامس، الجيل السابع
والجيل التاسع. طيب يبقى هنا الاي 7 معناها الجيل السابع. طيب الستة بص كده كاتب لك ايه عليها، بيقول لك الجي اي ان اللي هو الجيل او الفئة، الفئة الستة من الجيل السابع، الفئة الستة من الجيل السابع اهو. تاني يبقى عندك الانتل كور بيدل على العلامة التجارية او البراند او الشركة. طيب الاي 7 الفئة بتاعت المعالج، دي الفئة السابعة، الفئة الخامسة، الفئة التاسعة، كل ما كان اعلى كل ما كان افضل. طيب اول رقم اللي هو الالفية اللي هي الجيل او الاصدار، الاصدار السادس من الجيل السابع، الاصدار السادس من الجيل السابع. طيب الرقم اللي بعد كده اللي هو قال لك ايه، قال لك 6700. احنا قلنا الستة اللي هو الجيل، الجيل السادس من ايه، من الاي 7 او الاصدار السادس من الاي 7. ال700 بتدل على قوة الكرت، ال700 اللي هو آخر ثلاث أرقام بيدل على قوة الكارت، كل ما كان أكبر كل ما كان الكارت أقوى، ده بيدل على قوة المعالج بتاعتك، يبقى ده بيدل على قوة المعالج. طيب الرمز نفسه هنا قايل لك إيه بعد الرقم يو، ممكن يقول لك كي، ممكن يقول لك يو، ممكن يقول لك تي، ممكن يقول لك كيو اتش. طيب الرموز دي معناها ايه؟ طيب الكي معناها ده معالج مفتوح النواة، معالج مفتوح النواة يعني ممكن اكسر السرعة بتاعة المعالج، ممكن اوصل لاقصى درجة. طيب التي معناها ان المعالج بتاعك موفر للطاقة، بيوفر طاقة، بس التي دي هلاقيها فين؟ التي هتلاقيها في الأجهزة المكتبية اللي هو الكمبيوتر المكتبي اللي هو الديسكتوب. طيب اليو هتلاقيها في اللابات اهو، هتلاقي ايه حرف اليو، اليو ده معناه ايه؟ معناه ان اللابتوب بتاعك موفر للطاقة زي التي، بس التي في الأجهزة المكتبية. طيب لقيت الاتش، الاتش معناها ان هو كويس للجرافيك، اي حاجه فيها اتش هو بيكون كويس للجرافيك، العاب وجرافيك مع بعض. طيب الاتش كي بيدي لك افضل اداء في الجرافيك، بيدي لك افضل اداء في الجرافيك. طيب الاتش كيو بيدي لك برضو افضل اداء للجرافيك والالعاب. يبقى عندك الكي معناه ان انا ممكن اكسر سرعه المعالج الى اقصى درجه، التي معناه ان هو موفر للطاقه بس بالنسبه للاجهزه المكتبيه توب، اما اليو معناه ان هو موفر للطاقه بس ده بالنسبه للابات، اي حاجه فيها اتش فهي خاصه بالجرافيك والالعاب. الاتش هو كويس للجرافيك والالعاب، الاتش كي هو كويس للجرافيك، الاتش كيو كويس الاثنين الالعاب مع بعض، وده بس بيدي لك افضل للجرافيك. يعني انا لو هجيب معالج يفضل اجيبه اتش كيو، ده لو هستخدم جرافيك او شغل البرمجه شغل التصميمات لازم تكون اتش كيو. معنى كده ان اليو مش كويسه، لا كويسه، بس المشكله في يو ان هو بيعتمد على الكهرباء بشكل مباشر. انا اسف، هو اغلب المعالجات التانية بتكون محتاجة كهرباء، اما المعالج ده الوحيد من اسمه موفر للطاقة، يعني بيوفر معاك استهلاك الطاقة. لو جينا هنا بصينا وقرينا المعالج بتاعنا، احنا قلنا الانتل كور اللي هي العلامة التجارية الشركة، الاي 7 ده الاصدار او الجيل السابع. طيب 8550 اول رقم، الجيل الثامن من الجيل السابع او الاصدار الثامن،
من الجيل السابع. طب 550 دي بتدل على قوة المعالج، كل ما انت زودت كل ما المعالج كان اقوى. اليو معناها ايه؟ ان المعالج بتاعك موفر للطاقة. السي بي اللي هو ايه؟ وحدة المعالجة المركزية. طب 1.80 جيجا هرتز بتدل على سرعة الجهاز، يبقى 1.80 1.99 جيجا هرتز بتدل على سرعة الجهاز. طيب نيجي نتكلم دلوقتي على المعالج الانتل والاي ام دي. عندك معالج اسمه عندك انتل اي 3 واي 5 واي 7. والمعالج الاولاني انتل بنتيوم ثنائي يكون بيدي اداء كويس لسطح المكتب، الديسكتوب بتاعك اداؤه كويس. طيب بس ده مش بيستحمل البرامج التقيله، بيستحمل بس البرامج الاساسيه بتاعت جهاز الكمبيوتر زي الاله الحاسبه، زي الرسام، زي مثلا المفكره، زي الرسام ثلاثي الابعاد، لكن الحاجات الاكتر من كده مش هيقدر يستحملها. هو هيدي لك اداء كويس لسطح المكتب، غير كده مش هيقدر ومش هيستحمل. طيب الاي 3 بيكون افضل من انتل بنتيوم، ده بيكون ارخص شويه. ده معالج ثنائي النواه. يعني ايه كلمه ثنائي النواه او رباعي النواه؟ هنعرفها كمان شويه. ثنائي النواه يعني فيه معالج واحد، رباعي بيكون فيه اثنين معالج. هتلاقي ان هو بيدعم الالعاب اقوى من اي حاجه ثانيه. اي 3 الميزه بتاعته ان هو عنده دعم للالعاب بطريقه رهيبه، وبيستحمل الالعاب اللي بتضاف عليه. طيب الاي 5 المره دي متوسط، هو ما بين الضعيف وما بين القوي. ده بتكون جواه اربع انواع، بيكون رباعي النواه. كمان شويه يعني ايه رباعي النواه ويعني ايه ثنائي النواه. الاداء بتاعه بيكون بسيط. الميزه بتاعته اللي ميزه عن اي 3، الاي 3 بيدعم الالعاب بشكل افضل، الاي 5 بيدعم البرامج او الجرافيك عموما بشكل افضل. طيب اي 7 ده بقى بيكون قوي، سواء كان دعم للالعاب او للجرافيك، ده بيكون ثنائي النواه، ده بيكون غالي على الاي 5. كل ما انت زودت كل ما المعالج كان اقوى معاك. دلوقتي اللي ابتدى يظهر من فترة قريبة اللي هو الاي، يعتبر من اسرع معالجات الانتل كور. انتل كور اي 9 ده يعتبر من اسرع المعالجات الموجودة عندك. عد اشكالهم، بيقول لك كور اي 5 الجيل السابع، كور اي 3 الجيل السابع، كور اي 7 برضه الجيل السابع. هو الجيل ده جابه من فين؟ مواصفات، احنا قلنا الانتل كور اللي هو العلامه التجاريه الاي 7 اللي هو الاصدار السابع او الجيل السابع 8550، اول رقم اللي هو الجيل ده، الجيل الثامن من اللي هو الاي 7، الجيل الثامن من الاي 7. وادي بيقول لك اهو كور اي 5، كور اي 9، كور اي 7، وهكذا. زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده، هنا الانتل كور بيدل على العلامه التجاريه، الاي 7 نوع المعالج بتاعي اللي هو الاي 7. طيب اول رقم الجيل، يعني انا هنا لو جيت رحت على البروسيسور انتل كور العلامه التجاريه، الاي 7 نوع المعالج بتاعي. طيب 8 اول رقم الجيل الثامن من الاي 7. طيب 550 بيدل على قوة المعالج، أهو ده قوة المعالج. طيب الكي أو الرمز احنا قلنا بيدل على إيه؟ قلنا لو اليو
يبقى موفر للطاقة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للنبات. أما التي موفر للطاقة بالنسبة للأجهزة المكتبية، والكي ده خاص بالجرافيك والألعاب. يعني لو جينا بصينا أهو، اليو ده موفر للطاقة بالنسبة للنبات. طيب لو لقينا إكس، أقوى المعالجات اللي أنت ممكن تستخدمها، هتلاقي بدل اليو تلاقي فيه رمز الإكس عندك أهو، بدل اليو هنا هتلاقي رمز الإكس. دي يعتبر من أقوى وأسرع المعالجات اللي أنت ممكن تستخدمها. طيب التي موفر للطاقة بس بالنسبة للأجهزة المكتبية. طيب بيكون مخصص للألعاب، الإتش مخصص أصلا للألعاب. طيب الإف برضه مخصص للألعاب، بس السعر بتاعه بيكون قليل شوية. يعني ما بيكونش عالي، ما بيكونش زي الإتش. طيب الكي، احنا قلنا ان هو بيقدر عن طريق سرعة المعالج يوصل لأقصى سرعة موجودة عنده. والإضافة اللي هو الكي في نظام تبريد عالي عشان يحمي المعالج بتاعك من فين؟ من درجات الحرارة. يعني لو تم ارتفاع درجات الحرارة، لو حصل ارتفاع في درجات الحرارة، فهو داخل البروسيسور أو المعالج اللي هو الكي في نظام تبريد عالي جدا. ده بالنسبة للرموز بتاعت انتل انت ممكن تلاقيها. طب الاتش كي، الاتش كيو دي برضه خاصة بالجرافيك والالعاب. بالنسبة للاي ام دي، عندك اي ام دي اي 4، وعندك اي ام دي اي 6، وعندك اي ام دي اي 8، وعندك اي 10. الاي 4 معناها ايه؟ الاي 4 بيكون استخدامه للجرافيك، يعني حتى النظام بتاعه بيكون منخفض شويه، قليل شويه، ضعيف شويه، ودي جواها اتنين نواه. اما الاي 6 بتسمح بوظيفه البانل التربو، يعني التهوئه، يعني نظام التبريد. يعني في نظام تبريد في اللي هو الاي 6. طيب الاي 8، الاي اي ممكن تقارن هو بيساوي من الناحيه الثانيه الجيل الثالث اللي هو اي 3 والاي 5. حتى التعامل مع الالعاب بيكون سهل من خلال المعالج الاي ام دي اي 8. طيب الاي 10، هتلاقي ان عمر البطاريه في البروسيسور او اللاب الاي ام دي اي 10 عمر البطاريه افضل، وده جواه اربع معالجات ممكن تساويه الناحيه الثانيه بالاي 5. باشمهندس محمد تومان بيسأل، عايز يعرف عن متعدد نواة، ويسأل سؤال تاني، الإصدار الثامن من الجيل الخامس أفضل من أفضل أم الإصدار الرابع من الجيل التاسع أفضل؟ طيب أولا أنا لما أجي أعمل أو أعمل مقارنة بين الاثنين، أولا الإصدار الثامن من الجيل الخامس سنة الإصدار بتاعته كانت كام؟ والإصدار الرابع من الجيل التاسع سنة الإصدار بتاعته كام؟ الإصدار الثامن من الجيل الخامس نفترض إن هو سنة الإصدار بتاعته 2022. طب الإصدار الرابع من الجيل التاسع سنة الإصدار بتاعته مثلا 2020، مين نزل بعد الثاني؟ اللي هو الإصدار الثامن من الجيل الخامس، فهو بيكون أفضل. أولا نوع المعالج سواء كان اي 3 او اي 5 او اي 7 او اي 9، كل فتره بينزلك اصدار احدث منه، كل فتره بينزل اصدار احدث منه. فانا عندي لو قلت لك اي 3 الجيل العاشر افضل ولا اي 5 الجيل الثاني، هتقول لي اي 3 الجيل العاشر. ليه؟ علشان نزل بعد الجيل، فسنة الإصدار أو سنة النشر بعد الجيل الخامس، فالحاجة اللي بتنزل أحدث هي اللي بتكون أفضل.
كلمة متعدد النواة دي مختصة بالمعالج اللي من الداخل، يعني أنا اللي شغال عندي على جهاز الكمبيوتر، اللي شغال عندي على جهاز الكمبيوتر، هل معالج واحد بس بيقوم بالوظيفة ولا اتنين معالج؟ ثنائي النواة ان في معالج بس من جوه بيقوم بالوظيفة، اما رباعي معناها ان انا عندي اتنين معالج داخل جهاز الكمبيوتر، الاتنين اللي شغالين مع بعض. كلمة متعدد نواة معناها داخل جهاز الكمبيوتر في اكتر من معالج بنفس الوظيفة، بيساعدوا بعض، بيكملوا بعض. وصلت يا هندسة؟ دلوقتي انا عايز مثلا اشتري ولا اي ام دي وليه؟ اولا دايما انتل بيكون قوي في كل حاجه، من حيث الاداء، من حيث الجوده. لكن بالنسبه للالعاب زي ما قلنا ان الاي ام دي بما فيه الكفايه. الانتل بيكون من الاي ام دي بالنسبه انتل كور بيستهلك طاقة أقل، الانتل كور بيستهلك طاقة أقل من الاي ام دي. طيب بالنسبة لجزء الجرافيك، الانتل كور أفضل من الاي ام دي، لكن بالنسبة للسعر هتلاقي إن الاي ام دي أخف أو أرخص من الانتل كور. ليه دي هتلاقي ارخص من الانتل كور. طيب اللي هو اتكلم عليه محمد تهاب. طيب المقصود بثنائي النواه ايه؟ النواه دي المعالجه الخاصه بالجهاز تشتمل على معالجين، ادي ثنائي النواه. في ثنائي النواه شغال بمعالج وفي شغال باثنين، وهنا بيقول لك اهو شغال باثنين معالج. يعني انت عندك داخل جهاز الكمبيوتر اتنين سي بي يو، اتنين بروسيسور، الاتنين بيشتغلوا في نفس الوقت وفي نفس اللحظه عشان ينفذوا الاوامر والعمليات بسرعه مضاعفه. ده اللي هو ثنائي النواه. طيب رباعي النواه، رباعي النواه هنا بيقول لك، هنا لو جينا اتكلمنا في ثنائي النواه زي ما قلنا ان في اتنين معالج عندي داخل جهاز الكمبيوتر شغالين مع بعض بس بصوره متوازيه، بصوره متوازيه. هنا بقى بالنسبه لرباعي النواه بيرفع من الكفاءه والدقه بتاع جهاز الكمبيوتر اضعاف مضاعفه، اضعاف مضاعفه. يعني حتى هتلاقي استهلاك الطاقه في رباعي النواه اقل من ثنائي النواه، وعنده قدرة. العيب الوحيد لرباعي النواة ان انت لو جيت ضغطت عليه، بالنسبة للتليفون لو جيت ضغطت عليه زيادة عن اللزوم مش بيستحمل. الضعف يا هندسة، ثنائي النواة ضعف الرباعي. بس كل القصة انت عندك هنا ثنائي النواة في اتنين معالج داخل جهاز الكمبيوتر، الاتنين شغالين بنفس الوظيفة بنفس الكفاءة، الاثنين بينفذوا الأوامر. ثنائي النواة بتلاحظوا إن هو أداؤه أفضل، المستوى بتاعه أحسن، إن هو بيرفع الكفاءة بالنسبة للعمل بصورة أضعف. لكن مشكلته إن هو مش بيتحمل الضغط الزيادة على اللزوم عليه. أنا لما أجي أختار المعالج ببص على إيه؟ أول حاجة السرعة، هي السرعة الأخيرة اللي موجودة عندك اللي هي 1.80 جيجا هرتز، 1.99 جيجا هرتز. طيب أنا بصيت على السرعة، أولا كل ما زودت السرعة كل ما كان جهاز الكمبيوتر أسرع معاك. أنا ببص على السرعة وببص
كمان معايا على النواة، ده ثنائي النواة ولا رباعي ولا ثماني. وبص كمان على ايه، على حاجة اسمها الكاش او الذاكرة المؤقتة، الذاكرة المؤقتة الموجودة داخل المعالج. طيب هل بيدعم او في تكنولوجيا في انتل بتدعم تحسين الاداء؟ يعني زي ما بيقولوا بتنتج او بتخلق انوية وهمية داخل الكمبيوتر علشان يخلي اداء جهاز الكمبيوتر افضل. فالحاجات دي برضو انا ببص عليها انا ومختار او المعالج بتاعي. وكده ده بالنسبة لكارت الشاشة وبالنسبة للبروسيسور او المعالج. طيب عندك اسطوانات، عندك حاجة اسمها سي دي وعندك حاجة اسمها دي في دي. عايزين نعرف الفرق ما بين الاثنين وكل واحد فيهم بيعمل ايه. اولا السي دي هو اختصار الكومباكت ديسك، كومباكت ديسك. السي دي هي وحدة تخزين، يعني بخزن جواها الملفات بتاعتي، بخزن جواها الملفات بتاعتي. طيب اولا بيقول لك ايه، بتلاحظ ان اغلب السي دي يكون اهو في زي الوان الطيف، ظهر فيه الوان الطيف بوضوح. طيب برضو لحد الان انا مش عارف ايه مستو. انا دلوقتي لو حبيت اخزن ملفات سواء كان فايلات او فولدرات، ملف او مجلد، عايز اخزنه بخزنه داخل السي دي وليس الدي في دي، لان الدي في دي هنعرف كمان شويه ان هي مختصه اكتر بايه؟ بالفيديوهات عموما. طيب هنا بيقول لك ان القرص المضغوط التقليدي ممكن يوصل لحد يعني 650 او 700 ميجا بايت. نركز على الميجا بايت. ممكن اقول لك ان ده سي دي تكست، سي دي تكست مختص بالمستندات، ممكن اخزن جواه مستندات. طيب السي دي جرافيك ده لو عندي مثلا برامج او العاب عايز اخزنها من جوه. الروم اللي هو السي دي العادي الطبيعي بتاعنا، تمام، اللي هو ممكن اخزن عليه كل حاجه انا ممكن اتخيلها. ده بالنسبه للسي دي، بس دي هتلاقيه مختصه اكتر بايه؟ بالملفات والمجلدات. واكبر واحد فيه ممكن يوصل ل 650 او 700 ميجا بايت. طيب الدي في دي هي اختصار ايه؟ الديجيتال فيرساتايل ديسك، الديجيتال فيرساتايل ديسك. طيب ده بقى هتلاحظ ان حجمه ممكن يوصل ل 4 جيجا بايت، حجمه ممكن يوصل ل 4 جيجا بايت. هو قال لك ايه؟ ممكن يوصل الى 4.7 جيجا بايت، يستوعب مع طبقه واحده، لكن لو كان دي في دي طبقتين ممكن يوصل ل 17 جيجا بايت. يعني السي دي اخره ميجا سواء كان 650 او 700، اما الدي في دي ممكن يوصل لمعاك ل 17 جيجا بايت. عندك الدي في دي روم او السي دي روم، ده بيكون مختص يعني بيكون قابل للكتابه والتعديل. يعني اي ملف بحطه داخل الدي في دي روم ممكن اعدل عليه زي ما انا عايز، ممكن انسق زي ما انا عايز على الملفات الموجوده داخل الدي في دي. طيب الدي في دي فيديو ده مختص لتخزين الافلام وتشغيلها مباشرة من داخل الدي في دي. فعندك الدي في دي بيختص أكتر بالأصوات والفيديوهات، أما السي دي مختص بالملفات والمجلدات. طيب زي ما قلنا السعة بتاعت التخزين في الدي في دي أقوى أو أكتر من السي دي،
ان احنا السي دي قلنا اخرنا من 650 او 750 ميجا، اما الدي في دي بيوصل الى جيجا بايت، سواء كان 4.7 لو كان طبقه واحده، اما لو كان طبقتين 17 جيجا بايت. السي دي ممكن اخزن عليه مستندات، اما الدي في دي فيديوهات وافلام. ده الفرق المبسط ما بين السي دي والدي في دي، الفرق المبسط ما بين السي دي والدي في دي. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم على الهارد ديسك. انت هندسة لو عندك ملفات ومجلدات وحجمها ممكن يعدي الجيجا بايت، يعني ممكن يوصل لجيجا، فيفضل تستخدم دي في دي. اما لو عندك ملفات بسيطة، الملفات دي حجمها ما يعديش ال 700 ميجا، المرة دي ميجا بايت، استخدم السي دي. طيب لو عندي فيديو معين وعايز احطه، يفضل ان انت تحط الفيديو ده على الدي في دي، ان بيحافظ لك على دقة الفيديو، اما السي دي مش بيحافظ معاك على الدقة بتاعت الفيديو. انت عندك نوعين من قرص الصلب تخزين، نوع اسمه اتش دي 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 واس اس دي. كتير سمعنا على الاس دي ان هو اسرع من الاتش دي دي، ان هو حتى كمان البيانات فيه بتكون اسرع من الاتش دي. مقارنه بسيطه ما بين الاثنين. اولا الاتش دي دي هي اختصار ايه؟ هي اختصار الهارد ديسك درايف. اتش دي دي هي اختصار الهارد ديسك درايف. اما الاس اس دي هي اختصار السوليد ستيت درايف. مين فيهم بيتاثر بالحراره؟ الاتش دي دي بيتاثر بالحراره، اما الاس اس دي مش بيتاثر. طيب استهلاك البطاريه، الاتش دي دي استهلاك البطاريه عالي من 6 ل 7 وات، اما الاس اس دي من 2 ل 3 وات. كلنا بنستخدم الاتش دي دي، عشان كده هتلاحظ ان الجهاز بيهنج كتير معانا او بيتقل معانا كتير. اما الاس اس دي سرعة نقل البيانات والملفات 5 أضعاف الـ HDD. طيب لما أجي أشغل جهاز الكمبيوتر، بالنسبة للـ HDD بياخد 40 ثانية في ويندوز، أما الـ SSD بياخد 20 ثانية. طب لو كان لينكس، نظام التشغيل لينكس بياخد في الـ HDD 35 ثانية، وفي الـ SSD بياخد 15 ثانية. سرعة تشغيل جهاز الكمبيوتر الاس اس دي اسرع من الاتش دي دي. طب لما اجي اقفل جهاز الكمبيوتر، الاس اس دي بيقفل في 5 ثواني، اما الاتش دي بياخد اقل حاجة 10 ثواني. طيب مين اللي بيتأثر بالاهتزاز؟ برضو الاتش دي دي. مين اللي بيتأثر بالمغناطيس ممكن يبوظ معاك؟ برضو ال HDD. طيب مين اللي بيطلع مني صوت؟ ال HDD هتلاقي فيه الصوت بتاعه مزعج على ال SSD. طيب أنا لو عايز أشفر أي واحد فيهم، الاتنين بيدعموا عندك التشفير. نسبة الفشل نفسها في ال HDD 1.5 مليون ساعة، خلال 1.5 مليون ساعة، اما الاس اس دي 2 مليون ساعه. طيب الاتش دي دي بقى الميزه اللي احنا ممكن نقول الميزه الوحيده، ان الاتش دي دي ممكن عندك مساحه التخزين توصل ل 10 تيرا بايت. 10 تيرا بايت يعني 10000 جيجا بايت. اما الاس اس دي بتوصل ل 4 تيرا بايت، يعني 40000 جيجا بايت. يبقى اقصى مساحه تخزين للابتوب بالنسبه لل اتش دي دي 10 تيرا بايت، اما الاس اس دي 4
4 تيرا بايت. سرعه قراءه البيانات يعني اللي انا بكتبه على لوحه المفاتيح بيقرا البيانات اسرع، الاس اس دي اسرع من الاتش دي دي. طيب الكتابه نفسها اللي بتظهر معاك على جهاز الكمبيوتر برضو اسرع. الوزن الاتش دي دي حجمه تقيل على الاس اس دي، الحجم بتاعه تقيل على الاس اس دي. مشكله الاس اس دي ان هو سعره غالي، سعره غالي شويه. اما الاتش دي دي بنلاحظ ان في اسعار متفاوته كتير، يعني في اسعار بتكون قليله شويه. اما الاحجام عندك هنا 1.8 من 10، 2.5، 3.5، الاثنين نفس الاحجام والاثنين برضو بنستخدمه في نفس الاستخدام سواء كان في الجهاز المكتبي او اللابتوب او التابلت. اه هندسه، هو كان في فلوبي ديسك اللي هو السي دي اللي احنا دلوقتي بنسميها اللي هو اللي بنسميها سي دي حاليا، هي فعلا زمان ايام التسعينات كانت اسمها الفلوبي ديسك. هو مش كل البلدان ابتدى يظهر فيها، هو ابتدى يظهر الفلوبي ديسك فعلا في بعض السيدات، ابتدت تظهر في اواخر الثمانينات وابتدى تظهر اكثر مع اوائل التسعينات. طيب لحد الان في اي مشكله مع الناس؟ الامور حاسينها بسيطه ولا فيها صعوبه شويه؟ لحد الان الامور بسيطه. حد عنده اي سؤال في اي حاجه لحد دلوقتي؟ بالظبط يا هندسه. هو السي دي بالفعل ما ابتداش يظهر الا يعني في الفترات الاخيره. زمان كان الناس بيستخدموا فلوبي ديسك، حتى الفلوبي ديسك ما كانش موجود، مع الوقت ابتدى يتطور. طيب ده بالنسبه للفرق ما بين الاس اس دي والاتش دي دي. عندك بعد كده انواع الشاشات، عندك ايه؟ ال سي دي، عندك سي ار تي، وعندك الليد، وعندك البلازما. طبعا اولا السي ار تي، فاكرين الشاشه اللي هي ليها زي قاعده من ورا اللي هي الشاشه دي؟ دي اسمها السي ار تي. دي شاشات زمان اللي هي هتلاقيها موجوده دلوقتي بس يعتبر ابتدت تنقرض شويه، وهنعرف ليه. هي اختصارت اصلا كاسود ري تيوب اللي هي انبوبه اشعه الكاسود، اللي هي عامله زي المدفع كده من ورا اللي هي فيها زي مبطنه. طيب مشكلتها ان الالكترونيات او الاشعه اللي كانت بتطلع من الشاشه دي ضاره بالنسبه للعين، يعني انا لو قعدت عليها اكتر من وقت معين هتلاحظ ان الاشعه تطلع منها ضاره، حتى استهلاكها للطاقه كبير جدا. جه بعد كده اخترع اللي هو ال سي دي اللي هي موجوده في اغلب البيوت حاليا. زي التلفزيونات القديمه بالظبط. دي اللي هي الكريستال اللي هي ليكويد كريستال ديسبلاي. ميزتها بقى ان انا عشان اشغلها ممكن احتاج طاقه قليله فبينتج عنها حراره اقل، الوزن بتاعها خفيف، دقه العرض والوضوح بتكون برضو واضحه، يعني عرض الصوره نفسها بتكون واضحه بالنسبه لي. ممكن اعدل بعض الاعدادات زي الارتفاع والدوران وهكذا. طيب هتحس ان هي اصلا هي اللون بتاعها اللون المعتاد اللي هو اللون الاسود، تمام؟ بس لو جينا اتكلمنا ان في الضلمه بيكون الدقه بتاعت الشاشه مش اللي هي واضحه بالنسبه للناس،
اما ال ال اي دي دي بقى بتكون افضل من ال ال سي دي. دي نوع من ال ال سي دي، يعني ال ال اي دي اللي هي اللايت ايميتنج ديود، دايود اللي هو تحسها هي زي ال ال سي دي بس هي نوع افضل. هتلاقي ان جودة الصورة عالية، يعني حتى في الضلمة الالوان ظاهرة. يعني ال اي دي هتلاقي الالوان افضل من ال ال سي دي، مش بتستهلك طاقة زي ال سي دي، الطاقة بتاعتها قليلة. طيب عيوبها ان العمر الافتراضي بتاعها قليل، حتى زوايا الرؤية بتكون ضعيفة، العمر الافتراضي بتاعت الشاشات دي بيكون قليل بالنسبة لي. فده الفرق ما بين السي ار تي وما بين ال ال سي دي وما بين ال ال اي دي. في نوع اسمه البلازما. البلازما ده اللي هو انتوا عارفين في حاجة اسمها شاشات المية، اللي هو لما بتلمسه بتحس ان في فقاعات بتطلع من الشاشة نفسها مكان اللزجة، اقل لمسة بتأثر بيها. بس البلازما مشكلتها ان هي الكوست بتاعتها عالية جدا، التكلفة بتاعتها عالية جدا، اغلب الناس بتبعد عليها، تبعد منها اصلا. فهو اغلب الناس دلوقتي يا اما ال سي دي يا اما ال اي دي. ده بالنسبة لانواع الشاشات. عندك سامسونج، عندك ال جي، عندك توشيبا، عندك سوني، عندك مثلا اتش بي، عندك ديل، دي كلها انواع شاشات. عندك احجام الشاشات، عندك 32 بوصة، عندك 40 بوصة، يعني حتى مديها لك بالسنتي اهو، عندك 43 بوصة، عندك 50، 55، 60، 65، 70، 75، 80، 35. دي كلها احجام للشاشات اللي عندك. السامسونج برضو ليه احجام معينة، عندك 22، 23 ونص لحد 75. ال جي برضو ليه احجام معينة، التوشيبا نفس القصة. طيب في احجام تانية معاك؟ اه في احجام تانية، 14، 15، 16 وهكذا. فده حجم الشاشة نفسه، حجم الشاشة بيكون بالانش او البوصة، وانا مديهولك بالسنتيمتر كام في كام. تعالوا دلوقتي نتكلم على نقطة مهمة جدا موجودة عندي، عايز اعرف الفرق ما بين اللابات الدل والاتش بي واللينوفو. اولا لو جينا اتكلمنا كتصميم هتلاقي ان افضل واحد فيهم لينوفو. الاتش بي كشكل كويس بس مش بيتحمل الصدمات الخبطات، اما الدل شكله مش لطيف بس بيستحمل خبط فيه، خبط وكسر فيه زي ما انت عايز هيستحمل معاك، هيستحمل معاك الخبطات كلها. بس كشكل كتصميم لينوفو اتش بي ديل. طيب كمظهر الشكل بتاعك لينوفو برضو اتش بي ديل كشكل افضل، كتصميم لينوفو جيد كويس يعني كويس لحد ما، الاتش بي مش بيتحمل الخبطات، اما الديل مهما تخبط وتكسر فيها استحمل. بالنسبة للوحة اللمسة أو لوحة المفاتيح، هتحس في الدل لوحة المفاتيح بتاعة الجهاز خشنة، يعني بيكون صعب إن أنت تدوس عليها. أما الـ HP حساسة وناعمة، يعني أقل خبطة أو لمسة فيها بتأثر عليها. لينوفو بتكون مرنة، يعني سهلة التعامل، سهلة التعامل. طيب بالنسبة للصوت والفيديو، افضل واحد فيهم في الصوت والفيديو لينوفو، ثم بعد كده ال اتش بي، ثم بعد كده الدل. بالافضل كصوت وكفيديو لينوفو اتش بي دل. طيب البطاريه، بتلاحظ ان الدل ممكن يوصل من ساعتين لثلاث ساعات العمر بتاع البطاريه، المده اللي بياخدها. اما ال اتش بي كبطاريه افضل من الدل. طب لينوفو بتوصل لسبع او ثمان ساعات بدون ما يتوقف معايا، افضلهم في البطاريات. بس بعد سنه من العمر الافتراضي لاي بطاريه لابتوب بتكون سنه،
هتلاحظ ان اداء البطاريات دول كلهم بالكامل ضعف. ده الفرق بين اتش بي والديل واللينوفو، فكده لينوفو افضل بكل المقاييس، ثم الاتش بي ثم الديل. حد هنا اتمنى ما يكونش فيه اي مشكله مع الناس. انا دلوقتي شغال على جهاز الكمبيوتر، فايه اللي بيأثر على جهاز الكمبيوتر؟ اولا السي بي يو، سرعه وحده المعالجه المركزيه، السرعه بتاعه المعالج، الرام سايز، حجم الرام. الرام لو 2 غير لما تكون 4 غير لما تكون 8 غير لما تكون 12 16 انا اسف، غير لما تكون 32 غير لما تكون 64. كل ما انت زودت كل ما كان قوه المعالج عندك قويه، كل ما الرام عملت هلب او مساعده للبروسيسور. فلازم تكون الساعه بتاعتك عاليه. فاللي بيأثر معاك على سرعه الجهاز البروسيسور او المعالج والرام. طب ايه تاني؟ الهارد ديسك، القرص الصلب. فاللي بيأثر برضو معاك على الحاسوب حجم القرص الصلب، اللي هو حجم وحدة التخزين. القرص اللي انا او الهارد اللي هخزن جواه الملفات والمجلدات بتاعتي حجمه قد ايه؟ فالحجم بيأثر. برضو كارت الشاشة، كارت الشاشة اللي احنا قلنا من شوية اللي هو الانفيديا او الاي ام دي، ده بيأثر معاك على سرعة الجهاز. لو فتحت اكتر من برنامج في نفس الوقت هيستهلك من المعالج ومن الرام، هيستهلك طاقة كتيرة وهيستهلك اداء اكتر. هتلاقي الجهاز مش عارف يتحكم في ده ولا دي ولا دي ولا دي، فكتر البرامج اللي انا فاتحها بيأثر معايا على سرعة جهاز الكمبيوتر. هنقولها دي هندسة، احنا ماشيين دلوقتي واحدة واحدة ان شاء الله بإذن الله. ما تقلقوش الحاجات دي كلها هنعرفها بإذن الله، يعني حتى كمان هنعرف ازاي نعرف كارت الشاشة من جهاز الكمبيوتر. تمام؟ طيب ده اللي بيأثر معاك على أداء الحاسوب. عندك بعد كده وحدات قياس الذاكره، يعني الملف ده عايز اعرف الحجم بتاعه، كليك يمين واختار بروبرتيز او خصائص. هنا مديك السايز او الحجم 14.8 من 10 ميجا بايت، فدي الوحدات اللي بقيس بيها الاحجام. البت معناها ان الملف بتاعي فاضي، ما فيهوش بيانات، ما فيهوش معلومات، هتلاقي مكتوب على الملف صفر او واحد. طب البايت بيساوي 8 وحدات من الوحدة الأصغر مني اللي هي البت، 8 بت. طيب الكيلو بايت، الكيلو بايت أكبر من البايت، فهي بيساوي 1024 من الوحدة الأصغر مني اللي هي البايت. طيب الميجا أكبر من الكيلو، فبيساوي 1024 كيلو بايت. طيب الجيجا بايت، الجيجا بايت بتساوي 1024 من الوحدة الأصغر ميجا بايت. طيب التيرا بايت 1024 من الوحدة الأصغر اللي هي الجيجا بايت. يعني لو قلت لك 1 تيرا بايت بيساوي كام جيجا؟ بيساوي 1000 جيجا. طيب لو قلت لك الجيجا الواحد فيها كام ميجا؟ فيها 1000. طب لو قلت لك الواحد ميجا في كام كيلو؟ في 1000 كيلو بايت. طيب لحد هنا في اي مشكله؟ حد هنا في اي مشكله؟ يبقى دي وحدات قياس الذاكره اللي بقيس بيها احجام الملفات. التيرا بايت اكبر من الجيجا، والجيجا اكبر من الميجا، والميجا اكبر من الكيلو بايت اللي هو حجم الملف نفسه. طيب عندك وحدات التخزين، يعني ايه وحدات التخزين؟ اللي بخزن عليها الملفات بتاعتي.
الهارد ديسك وحدة تخزين تخزن جواها الملفات، الفلوبي ديسك اللي هو كان زمان اللي هو زي السي دي دلوقتي ده بخزن جواها الملفات، السي دي، الدي في دي، الكارت الميموري، الفلاشة، الجوجل درايف لو عايز اخزن عن طريق الانترنت، فدي حاجات كلها بخزن من خلالها البيانات والملفات بتاعتي. فدي وحدات بخزن جواها الملفات سواء كان اسطوانه سي دي او دي في دي، هارد ديسك، فلاشه، كارت ميموري، دي كلها وحدات تخزين. عندك بعد كده وحدة إدخال اللي من خلالها بدخل البيانات على جهاز الكمبيوتر. لوحة المفاتيح، لوحة المفاتيح شايفينها، هل بتظهر لي المعلومات على الزراير؟ لا، هي بس بدخل من خلالها البيانات. طيب الماوس بدخل من خلال البيانات، الكاميرا بدخل من خلالها الصورة بتاعتي، طب الميكروفون بدخل من خلاله الصوت بتاعي، القلم الضوئي بدخل من خلاله او بكتب من خلاله اللي انا عايزه، فانا كده بدخل بيانات. المسح الضوئي هو لما تحط الورقه بتاعتك بتلاحظ ان في شعاع ليزر بيمر على الورقه بتاعتك، فده اسمه ادخال بيانات. فاي حاجه بتدخل لك بيانات بس هي وحده ادخال. طب اللي بيخرج ليا المعلومات، الشاشة بيظهر عليها المعلومات، السماعات بيطلع لك الصوت، طيب الطابعة بتخرج لك الأمر اللي أنت عايزه، يعني أنا عايز أطبع ورقة معينة فبدي أمر للطابعة فالطابعة بتخرج لي المعلومات دي. طيب الشاشة التاتش أو اللمس بدخل من خلالها البيانات وبرضه في نفس اللحظة بتخرج لي المعلومات. طيب المودم اللي هو حاجه كده زي الراوتر، المودم ده اللي بيسرع معاك سرعه الانترنت، تمام، ده بدخل له بيانات بيخرج لي معلومات. بدخل بيانات عن طريق ايه؟ عن طريق الاسلاك. في يعتبر بعض الاسلاك نفسها بيمر فيها زي اشعه، بيمر فيها تيارات كهربائية، فالتيارات دي عبارة عن إدخال بيانات. طب بيخرج اللي دخل ده في صورة إنترنت، فده اسمه إخراج بيانات، فده وحدة إدخال وإخراج مع بعض، وحدة إدخال وإخراج مع بعض. طيب بصوا كده معايا، أنا هفتح الرن، هفتح الرن اللي هي ويندوز مع آر، وهكتب جواها الكلمة دي، هي ام اس اي ان، مش مكتوبة تحت، ام اس اي ان اف، بعد كده او، بعد كده 32، اقول له اوكي. هيظهر من هنا الكاش ميموري اللي الباشمهندس سألنا عليه. تاني بعمله ازاي اهو، تروح على الرن وبتكتب الكلمه اللي انا كتبتها دلوقتي، الام اس اي ان اف او 32، تلاقي ظهر هنا معاك. طيب لحد هنا، لحد هنا في اي مشكله معاكم؟ في اي مشكله مع الناس لحد دلوقتي؟ طيب انا هتفق كده النهارده ان شاء الله، المحاضره اللي جايه هناخد جزء السوفت وير، احنا خلصنا جزء الهارد وير، وهناخد مع بعض اساسيات الانترنت بالكامل اللي هي في محاضره بكره ان شاء الله. محاضره الخميس هناخد مع بعض اساسيات تكنولوجيا المعلومات، وهناخد جزء صغير من الامن السيبراني اللي هنكمله يوم الخميس باذن الله. وكده انت كده تشرح لك النظري وتشرح لك العملي، بس بعد كده ان شاء الله بعد محاضره يوم الجمعه
الشهادات هتطلع ليكم زي ما انتوا عايزين. يعني باشمهندس احمد بيخلص فيها، بس الناس لازم تكون مسلمه المشاريع، المشاريع والامتحانات اللي هي كانت في الاول، ثم بعد كده الشهادات هتطلع عادي، هنطلع الشهادات. بعد كده اللي حابب يحضر حلول الاختبارات الدولية بالنسبة للناس اللي هتدخل الاختبارات الدولية، سواء كان اي سي دي ال او اي سي دي ال تيتشر او اي سي 3، اللي حابب بعد كده يدخل الاختبار الدولي ممكن يحضر معانا الحلول، وكشرح في كورس كامل سواء كان اي سي دي ال او اي سي دي ال تيتشر او اس 3 كده يعتبر خلص، يعني اخرك يوم الجمعه الجايه. اما بالنسبه للاختبارات الدوليه حلولها احنا مش هنجبر الناس تحضرها، طالما انت حضرت الشرح واستفدت خلاص. اما اللي حابب يحضر كاستفاده للعلم ان حلول الاختبارات الدوليه ممكن تلاقي فيها معلومات زياده، فاللي حابب يحضر بعد كده الحلول ممكن يحضرها، اللي مش حابب هو كده كده الشهادات هتطلع على اخر محاضره انت هتحضرها. يعني مش جايز هتطلع يوم الجمعه، لا، الحضور بتاعك لحد يوم الجمعه. حلول الاختبارات الدوليه مش هناخد على الغيابات دي، فانت في الاخر لحد يوم الجمعه، اخركم يوم الجمعه بالنسبه للشرح زي ما قلنا. فيما بعد كده حلول الاختبارات الدوليه لو الناس حابة تحضر الحلول دي.